لقاء خاص عبر شبكة الأخبار العربية مع الدكتور رفعت الأسد نائب الرئيس السوري الأسبق القائد في الجيش العربي السوري رئيس المجلس الدولي للتجمع القومي الديمقراطي الموحد ورئيس المحكمة القومية الدستورية لحزب البعث العربي الاشتراكي. حوار شامل حول عدد كبير من القضايا بدءا بوضع الجمهورية العربية السورية الراهن والحاجة إلى الإصلاح الدستوري وآفاق السلام والمصالحة الوطنية في البلاد. يتناول الحوار دور المجتمع الدولي في الدفع بعملية السلام ومجمل القضايا المرتبطة بمشكلة اللاجئين وضحايا الحرب. الحوار الذي سيبث في حلقتين يناقش قضايا التطرف في الغرب وفي الشرق الأوسط ووضع الأقليات في المنطقة. لطرح أسئلتكم على الدكتور رفعت الأسد حول مختلف قضايا الساعة بالنسبة للوضع السوري يرجى الاتصال على الرقم التالي. يجب أن نسعى إلى موقف مسؤول، كل يشد إزر بعضه البعض، جماعة تحمل أخلاق الثورة الديمقراطية الإيمانية وتأخذ في حساب الخصوصية الوطنية والخصوصية القومية كحق للمصير القومي والوطني.